تليفونها كبير. الو الو، قرب يا ابني، انا واقف فوق جنب الشبكه، سمعاني؟ ايوه يا عم مخيمر، لسه ما عرفاش اوصل للراجل اللي اخوه قتل ابوي. الطار والله العار يا صابره، لازم تعرف اللي انت ما عندكيش اخوات رجاله ياخدوا الطار اللي قتل بوكي. انا بميت راجل، بس يعني الصوره اللي انتم مدينها لي دي مش باين ده بني ادم ولا خنفسه. يا بنت، انا اللي راسمها بيدي من وحي الذاكره. يعني هم ما لقوش حد في البلد كلها يرسم الصوره غيرك انت يا مخيمر؟ انا الوحيد اللي شفته في البلد. اكده يبقى ما فيش حد شافه واصل. الطار والله العار يا صابره. ايوه يا مخيمر، بس العقل زينه برضك، الصوره دي مش باين لها وش من جفنه. كل اللي اعرفه ان هو لسه راجع من السفر قريب ونازل في الاقنده اللي انت قاعده فيها، لازم تلحقي تصفي دمه قبل ما يهرب على أقامدة تانية. بس خلي بالك، ممكن يشتغلك ويطلب إنه يتجوزك. يتجوزني؟ أيوة، ما أنت لما تتجوزيه وتعرفي إن أخوه هو اللي قتل بوكي مش هتعرفي تعملي معاه حاجة، لأنه هيبقى جوزك يا غبية. ده بعده، والله لطلعه من وسط ألف. سلام يا مخيمر. سلام يا ابني. بعدي يا ابني، ما المكالمة خلصت، هتفضل تاجر فيي؟ أمرك كبير. طار والله العار يا صاب. في الرحلة في الطريق صعب تقابل صديق، حب بحق وحقيقي احساس ياخدك معاه اصحاب انا وانت وانت. الله يا سعيد، الله. ايه ده صوتك قمر يا اخي، ايه رايك؟ ما شاء الله، عسل يا سعيد. لا عسل والله، انت بتعمل ايه يا سعيد يا حبيبي؟ برفع عن نفسي شويه. اقعد اقعد يا ادهم، اقعد. اه صح، اقعد ارفع عن نفسي شويه. اه نسيب شغلنا ونسيب الشنط ونقعد بقى ندندن، صح؟ يا فك بقى فك يا ادهم. بقول لك ايه، ما تيجي ننزل البحر؟ آه صحيح، ما ننزل البحر، بس أنا ما عنديش مايوه يا سعيد. هروح أجيب لك أبدع شورتين حلال ليا وليك من مخزن المفقودات. إيه ده يا سعيد؟ هو أنت كمان بتاخد حاجات من مخزن المفقودات؟ بس الكلام ده بيني وبينك ما يطلعش لحد. يا سيدي، هو الحاجات دي حد بيسعى عليها حاجة؟ خلاص عادي ناخدها. المشكلة إن أنت بتدمر السياحة يا سعيد. هو أنا بدمرها في إيه إن شاء الله؟ بشرابك يا سعيد. يعني لما زبون يعدي يلاقي حضرتك قاعد بالمن بتاع فندق محترم بالشراب بتاعه وقاعد بيدندن، السياحه تبوظ يا سعيد. صدقني غسله من اسبوع. ما طبعا غسول كله في مناخيري يا سعيد. وصوتك قمر بصراحه، لا صوتك جميل، انا مش عايز اظلمك. طب اغني لك تاني؟ اغني يا سعيد، غني. ايش؟ اصحاب انا وانت ولا قول يا سعيد. فاكرين الله يا سعيد، فاكرين طبعا طبعا. ناسيين ان شاء الله هننسى كل حاجه يا سعيد. كمل يا بابا، كمل يا حبيبي. الله، ايوه يا سعيد، الله. طب انا وانت هاي هاي بنت البيت. انا مش تيم هاي، اخرب بيتك يا سعيد. كنت خايف ما تجيش. انا فعلا ما كنتش هاجي. ليه؟ يعني هو هنا اصلا ممنوع ان احنا نقعد مع اي جست. يعني معقول اعمل عيد الميلاد ده كله في الاخر اقعد فيه لوحدي؟ طيب أنا ممكن أقعد معاك 5 دقايق كمان. هيبقوا أحلى 5 دقايق. أنا متشكر أوي. على إيه؟ جيتي ورجيتي تحتفلي معايا بعيد ميلاد جميل. تعيش وتفتكر. أنا كنت قربت أيأس خلاص، لغاية ما شفته. ها؟ لما ربنا يخليني أرجع مصر وأجي الغردقة وأنزل في بطولة باب الزيت عشان اشوفك، يبقى ربنا بيعوض. يعني انا عايزك تطمن خالص، ورقك كله بايظ، يعني لو سلمت الضرايب هتتسجن. يا سلام،
تصدق انا كان نفسي اسمع منك الكلمتين الحلوين دول. انت بعون الله لابس قضيه طهار وضريه ومفيش كلام. هايل، الله يطمنك. ومحدش يقدر يخرجك منها غير اتنين محاسبين بس في مصر، واحد في اسكندريه ومات من 9 سنين، والتاني انت صح؟ اه. عرفت ازاي؟ لا ما هو باين. بص، طول ما انت لابس اللبس ده ومتنكر عامل لي زي شارلوك هولمز كده، وان شاء الله الحياه هتبقى زي الفل. مش احسن ما اقول لك روح سلم نفسك بتتريق عليا؟ يا عم انت ليه من ساعه ما جيت وانت محسسني ان انا عامل جريمه؟ قاتل قتيل. طب بقول لك ايه، انا عايزك بس تطمن وتهدى. انا بحاول اطمنك اهو. الواحد دفع 5 مليون جنيه ومالكش دعوه. 5 مليون جنيه؟ ده دفعه اولى. كمان؟ ايوه. انت مش عارف من جلدك 30 مليون جنيه ولا ايه؟ وبعدين اوعدك مش هتدفع اكتر من 5 مليون جنيه بس. لا انا كده اطمنت بصراحه. طب اتفضل انت، وانا ان شاء الله اول مورث هبعتهم لك على طول. ايه اللي احرج ده، انت بتطردني ولا ايه؟ لا لا لا، بس معيش فلوس دلوقتي. ماشي ماشي ماشي، بس لعلمك بقى هتيجي في يوم تعيط وتبقى انت في الكلبشات. ماشي؟ يعجبني فيك التفاؤل بتاعك. مخبر مخبر يعني. الو، ايوه غلاب، هي البنت الصعيديه دي لسه عايشه؟ ايوه يا سيدي. لا مش هتقرا لي الفاتحه، هتقرا عليا الفاتحه. هتجوزها والله يا زهني بيه. زهدي زهدي زهني زهدي، كلها بزين يا فندم. انا حاسس اني شفت سعادتك قبل كده. انا يا سيدي مش حاسس ان انا شفتك قبل كده. لا 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 لا، ده انت بسم الله ما شاء الله عندك طاقه سلبيه كده تخنق، لكن في الشكل شبه واحد صيني تحت الخالق الناطق. واحد صيني ألف سلامة يا فندم، ألف سلامة. ألف سلامة. يا سيدي خف إيدك شوية، أنت بتنفر مرتبة. ربنا ياخدك بالسلامة يا فندم. أنت عايز إيه يا أستاذ علاب؟ قصر ولم المكسر وهات من الآخر. غلاب مش علاب. معلش أصل أنا لما بتوتر النوبة بتروح مني، عايز إيه؟ لا يعني أنا بصفتي المستشار القانوني لفارس بيه وصديقه الشخصي، حضرتك فهمته غلط، هو مش عايز تهرب من الضرايب. مش عايز تهرب من الضرايب؟ ده أنا مسجل له صوت وصورة. فهمني بقى، هو أنت بتاع ضرايب ولا بتاع مبيع؟ مش فاهمك بصراحة. أنا مأمور ضرايب وهبلغ عنه المباحث، هحبسه. ويهون عليك. اه يهون عليا. الباشا جده متهرب من الضرايب بقاله 20 سنة، وحفيده بينعم بهذه الأموال لمدة 20 سنة، ما سددش حق الدولة، أنا اتأخرت ترقيتي مرتين بسببه. مرتين؟ اه أنا اللي زي دلوقتي مدير إدارة. تصدق أنت ما صعبتش عليا خالص. ولا أنا. بقول لك إيه؟ فندم. صاحبك هيدفع الضرايب، يعني هيدفع الضرايب، ماذا وإلا والله العظيم هحبسك وأحبسه. آه لا تحبسه هو، آه تحبسني أنا ممكن. غلاب غلاب فندم. خرج نفسك من الموضوع دوت عشان في طار بايت بيني وبينهم. وإيه ذنب فارس بس يشيل ذنب جده؟ غلاب. أيوة يا فندم. المقابلة انتهت. انتهت يا فندم. مع السلامة. اتفضل يا فندم، مع السلامة. شفت تصوير صاحبك؟ والله لو في عدل في الأوتيل دوت كانوا خلونا نصور كل حفلاته. هنقول لبعض ايه؟ معلش عرفني، انت قلت لي صوروا من بعيد عشان ما يحسوش بيه. ايوه يا سعيد، يعني ما عرفتش تقرا حركه شفايفهم؟ ازاي يعني هقرا حركه شفايفهم؟ ايه جو الكرتون ده؟ فكره عادي، بالجمل. اه جست جا قال لها ممكن تقعدي معايا، مش هتكسفوا عادي يا سعيد. هو هي الجمله ليه؟ مش شايف نظراتهم لبعض عامله ازاي؟ تمام خلاص. ولا الجو الشعري اللي قاعدين فيه والموسيقى الرومانسيه وبصات كده من تحت لتحت، بص. خلاص يا سعيد. خلاص ياخدها بالحضن. ما خلاص يا سعيد. خلاص يا سعيد، فهمت ان هو كان هياخدها بالحضن. يا سعيد اعمل ايه يا سعيد يا اخي؟ الله، انت بتزعلي ليه؟ هو انا اللي كنت هاخدها بالحضن ده هو؟ لا اسف سعيد، خلاص سيبني بس مع نفسي قاعدة شويه كده وتمام تمام. سيبك حاف كده، ده انا منفذ لك اكبر عمليه تجسس في تاريخ الاوتيل. يعني لو في عدل في التلفزيون كان عملها مسلسل اذاعي. يعني انت شايفني قاعد بغني قدامك وبضمحل لجوه، وانت كل اللي بيدور في ذهنك يا سعيد التبس؟ انا بجد مش عارف اسمي ده ايه. رشوه. رشوه؟ ايوه. يعني ايه؟ يعني تبس. تبس برضه؟ اه تبس. ولا انت التبس بالنسبه لك ضر جدا بالصحه؟ يعني هو هيبقى موت وخراب ديار يا سعيد؟ لا خراب ديار ولا حاجه، الحقهم بقى قبل ما يتجوزوا. اتجوزوا؟ امال قاعد معاها بيلعب الشايبه صاحبي؟ اه يعني انت حضرتك جايب لي خبر ان هم هيتجوزوا وعايزنا اديك تبس. طب ثانيه واحده تعمل ايه؟ لا بدور على حاجه عشان ارميك بيها يا سعيد. امشي يا سعيد. ايه لو سمحت عم اديني بس البسطرمه من عنديك. آه اللي بقى فاول البوفيه وبالمره اقف في دورك. دوري؟ جاي افطر ولا اقبض معاش؟ عش ما كلنا هنفطر بس بالدور. دور ايه؟ مش كفايه ما رضيوش تجيبوا لي الاكل حد عندي في الترابيزه وقالوا لي قوم هاتيها لنفسك؟ ايوه ما هو المفروض ان ده اوبن بوفيه مفتوح. ومين اللي فتحه؟ ايه ده؟ اللي فتحه يقفله؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت حاجه صعبه قوي. صعبه ولا مش صعبه؟ وانت حد هتسيبني؟ الله الله الله، بالراحه لو سمحتي، بالراحه.
مادمازيل ثورة. نعم. حضرتك اتفضلي في الترابيزة، وكل الأكل بتحبيه هيوصل لك لغاية عندك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. سامع علي نعم، أنت راجل بتفهم. الله يا فندم، الهوالم اللي زي حضرتك اللي كلهم اتيكيت ما ينفعش يقفوا في طابور أبدا. اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا. وانت بقى هتطلع مين يعني في اللقندة دي؟ مع حضرتك غلاب عبد الوهاب، المستشار القانوني لمستر فارس قنديل صاحب اليغمة دي، صاحب الأوتيل يا فندم. حصل لنا الشرف يا سيدي. حضرتك مستر فارس بعت لك الكومبليمو ده. قنبلة؟ ايه؟ لا يا فندم، قنبلة ايه؟ أعوذ بالله، كومبليمو يعني هدية، شوية بتاو على شوية فايش، حاجة كده تاكل صوابعك وراها. وأنا ناقصة بتاو؟ أنا هربانة منيها من البلد. يا فندم ده أخذ مجهود من مستر فارس، ده فولكلور شبه الدرس العظيم بتاعك ده. ساعتك ممكن مستر فارس يقعد مع حضرتك نص ساعة وبالمرة ياخد رأيك في التست بتاع البتاو والفايش. سوري، ما اقدرش انا اقعد مع راجل غريب، ما اقدرش. لا غريب ايه، ده صاحب الاوتيل، ان شاء الله لما تقعدي معاه هتلاقيه قريب قوي ان شاء الله. وعد جيلاطي ده ولا حجر؟ ياي راح فين؟ ده انا ما صدقت خدت لك منها معاد. انت مش شايف بتاكل ازاي؟ عادي عادي، علمنا الاتيكيت بعد الجواز، عادي سهلة. يلا اتكل على الله، ربنا يوفقك. صباح الخير. انت هتستقبلني؟ مين انت؟ انا فارس قنديل صاحب الأكاندا. انت بتاع البتاو؟ الله يكون عاجبك. خايب، ما بتعرفوش تعملوها هنا، فشلة. ربنا يخليك، ميرسي قوي على ذوقك. عادي، بالمناسبة الأفوكاتو بتاعك كان قال لي انك عايزني في موضوع مهم. ما قالكيش بقى انا عايزك في ايه؟ لا ما قالش. ايه القرف ده؟ ما تقول كنت عاوزني في ايه؟ المحامي ما قالكيش انا عايزك في ايه؟ ما قلت لك لا ما قالش. طيب هو انت في حد في حياتك؟ كتير، عندي اهلي وحاجاتي وخلاقاتي والبط والبهايم. بهايم؟ لا انا في حد جايل عليكي. مين اللي استاجر يقول عليا حاجة؟ مش قصدي يعني مرتبطة، متجوزة، مخطوبة. لا انا بمزاجي اروح واجي، ولسه ما اتخبطتش في نفوخي. طب انا اخبطك انا في نفوخك؟ قصدي يعني انت تخبط فيا. يا خبطه في نفوخك انت، تخبطني بتاع ايه؟ تتجوزيني. خلي بالك ممكن يشتغلك ويطلب انه يتجوزك. انت عايز تتجوزني؟ شفت الهنا اللي انا فيه؟ اهلا. ايه اهلا دي؟ يعني موافقه ولا مش موافقه؟ لا يعني بقول نتعرف على بعض الاول، ندرس بعض. لا لا اصلا انا مستعجل. مستعجل ولا خايف؟ خايف. وهخاف من ايه يعني؟ اطير منك اكمني لقطه يعني، امشي من اللقندة العفشه بتاعتكم دي وما تعرفش تلاقيني تاني. لا صح، انا خايف تطيري مني. طيب هشاور عقلي واقعد مع ذاتي وبعدين ابقى رد. على بركة الله. تفضل. لا متشكر. طب أنستنا. يعني إيه؟ يعني قوم. أنا الغلطان. منورة هنا. عامل الدخان يا ولد. اتفضل يا كبير. ايه دي؟ جارة دي ولا صاروخ دي؟ شتمز يا كبير، شتمز. شتمز. قعد كده اشتغل اعمل اي حاجة. يا كبير. الو. ايوه يا عم مخيمر. مين معايا؟
هو انا رقمي مش متسجل عندك ولا ايه؟ انا مكسل ابص على الاسم، مين معايا؟ صابره يا مخيمر صابره. طار والله العار يا صابره. ده انت قديم. بقول لك ايه، انا لقيت الكلب اللي اخوه كتل ابوي. لقيتيه؟ لقيتيه ازاي؟ معقول الصوره اللي انا رسمتها طلعت صح؟ رسمت ايه يا مخيمر؟ الرسمه دي تتوه بلد. انا عرفته لما قال لي انه عايز يتجوزني، طبعا عشان عايزني ما خلصش عليه. يبقى تخلصي عليه دلوك. يعني يا عم بخبرك، كنت بقول يعني اقتله الاول ولا اتجوزه الاول بعدين ابقى اقتله؟ اللي بتقوليه ده. وانا بعدك تاخدي فطار ابوكي ولا بعدك تعملي فرح وتجيب بقى ويجز وحمو بيكا ونف في ايه يا بيت؟ يعني انا كنت بقول يعني اللي احسن ان انا اتجوزه الاول، بعد كده ابقى اخلص عليها يبقى اسهل، وبعد كده هنكون يعني فوق مستوى الشبهات. اللي اخوه قتل بوكي ما يصحش يلمس شعره منيكي. الطار ولا العار يا صابره؟ اقفل يا مخيمر اقفل. انا خابر، هو طار مهبب من اوله. انا غلطانه اني خدت شورتك. حكومه كبير